مساء الخير، حلقة جديدة من Inside Game، وموضوعنا الأساسي دائما عم يكون بالفترة الأخيرة كرة السلة اللبنانية. XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة كان عم يلعب فيها مرحلتين ومباراة واحدة من مرحلة 16، المرحلة 14 وال 15 كان فيها مباريات كتير قوية، والمنافسة على الصدارة بعدها مفتوحة بشكل كتير كبير على البطولة. يعني ولا مرة عاشت بطولة لبنان لكرة السلة بتاريخ عصر الحديث من سنة 1993 لليوم، ولا مرة عاشت هالمنافسة الكبيرة على الصدارة. بعد الأمور غامضة كتير بالنسبة للمراكز، ونحن عم نقترب من نهاية الريجولر سيزن قبل انطلاق مرحلة البلاي أوف. لكن ببطولة لبنان لهالموسم في فريق عم يعمل مستوى بالفعل كتير كبير، قدر عمل أول شيء، بلشنا نحكي عن مفاجآت لما يقدر يفوز على الفرق الكبيرة، لكن أثبت نادي الهومنتمن أنه فريق مش بس هو فريق المفاجآت، فريق صلب جدا قوي جدا على أرضه وخارج أرضه، عم يحقق مباريات ونتائج باهرة جدا بالبطولة. وبهالمرحلتين كان عم يخوض مباراتين كتير مهمين، واحدة منهم كان عم يخوضها خارج أرضه تحديدا على ملعب غزير أمام ملعب وجمهور ممتلئ بشكل كامل لنادي الحكمة. قدر نادي هومنتمن يعمل المفاجأة الكبيرة بالفعل ويفوز على فريق الحكمة. الكوارتر الأول يلي انتهى 20-11 لصالح نادي الحكمة، تقدم بفارق 9 نقاط. فريق الحكمة عم ينافس على صدارة البطولة، وأكيد عارف كتير منيح قديها المباراة مهمة بالنسبة لإله. إلي ستيفان سجل بهالمباراة 14 نقطة 5 ريباوندز، وكان عنده 4-11 عن أرك 3 بوينت. شارلز توماس بهالمباراة سجل 13 نقطة و6 ريباوندز، لكن تيرنس لادر وديون ديكسون بالفعل عم يعملوا مستوى كبير، وببساطة هن هلأ الليدرز كأفضل مسجلين بالدوري اللبناني مثل ما رح تشوفوا بنهاية حلقة Inside Game اليوم. جوليا خزوع كمان على أرض الملعب دخل ساهم بست نقاط و11 ريباوندز و4 ستيلز. رودريك عقل بهالمباراة 7 نقاط 5 ريباوندز و5 أسيست. جو فوغل ما زال عم يقدم مستوى كبير جدا بالفعل. جو فوغل بهالمباراة سجل نقاط حاسمة لفريقه 12 نقطة و8 ريباوندز. هايك سجل 4 نقاط، رالف عقل 6 نقاط 3 ريباوندز و5 اسيست، وهيك فريق هومنتمن بيعمل بالفعل نتيجة باهرة، بفوز خارج أرضه بفارق 5 نقاط 68-63 بالرغم من الفاول ترابل يلي كان عند لاعبي الأجانب خاصة تيرنس لازر. المباراة الثانية لنادي هومنتمن كانت عم تكون على ملعبه بأنطلياس بمزهر. هومنتمن بيروت عم يستضيف فريق التضامن، التضامن قدر يجاري فريق هومنتمن بالكوارتر الأول يلي انتهى 20-17 لصالح صاحب الأرض هومنتمن، لكن من بعدها المباراة كلها راحت لصالح صاحب الأرض. ديون ديكسون متألق متميز، سوبرمان مثل ما سميه جي مانوكيان، بالفعل كان سوبرمان بكل معنى الكلمة. ديون ديكسون 31 نقطة 4-6 عن أرك 3 بوينت 7 ريباوند 7 أسيست لديون ديكسون، وهيدي كمان وحدة من اللقطات الرائعة جدا لديكسون. هايك بهالمباراة سجل كمان 16 نقطة، وترنس لازر 32 نقطة 2-2 عن الارك، وهيك قدر يفوز فريق هومنتمن بفارق 32 نقطة 92-60. الافضل بفريق التضامن كان روبرتسون ب 18 نقطة، فيمس ب 12 نقطة و11 ريباوند، وهيك نادي هومنتمن عم يحقق سادس انتصار متتالي لإله ببطولة لبنان لكرة السلة. هو النادي الوحيد يلي ما ضاق طعم الخسارة بالبطولة، كل الفرق يلي عم تتنافس على الصدارة ضاقوا طعم الخسارة بإياب بطولة لبنان لكرة السلة، باستثناء نادي واحد هو فريق الهومنتمن يلي مثل ما ذكرت عم يعمل مستوى كبير. وللإضاءة أكثر عن مسيرة نادي الهومنتمن بمرحلة الإياب معنا جي مانوكيان باتصال. جي يعطيك العافية، كيفك غياث؟ أنا كتير منيح، أنت كيف؟ والله بأحلى حالاتنا لا هلا، يعني نشكر الله الفريق مقلق تقليعة كتير حلوة. جي 6 انتصارات متتالية، الكل خايف يواجه نادي هومنتمن، يعني امبارح سألنا المدرب فؤاد أبو شقرة بعد مباراة الحكمة وبيبلوس، الكل عم يتفادى يواجه نادي هومنتمن، شو سر نادي الهومنتمن بمرحلة الإياب؟ قلت لك يا دي جمهار غياث، نحن قبل البطولة قبل ما تبلش البطولة بلشنا تحضيراتنا وقتها مع كوتش نينات، وهون بحب وجه له تحية كمان لأنه حضر الفريق بطريقة دفاعية كتير ليلعبوا very good defense. ووقتها بس وقتها صار عنا شوي مشاكل معه، اجا كوتش أباز وقلب الدنيا ورجعت الروح للفريق، وأكيد صحيح. الجمهور الكبير هو سبب الأول والأخير، حتى بس نلعب away
جمهور الومنتمن دائما بدينينا عم نسمعه، جمهور الومنتمن دائما بقلوبنا، وجمهور الومنتمن لقلو نحن بنلعب كل ماتش ولقلو عم نربح كل ماتش، وبيحرق بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا على الويب سايتس. يعني بنشوف قدي عنده فعالية، قدي بحب فريقه، قدي متأثر باللاعبيه، وعم نشوف هيدا الشيء بشكل واضح دائما بكل المباريات. ايه نعم، يعني على السوشيال ميديا نحن وي ار فيري فيري اكتف. وهلا قلك بصراحه، يعني هذيك النهار انا قلت لك انه انا بفضل واجه فريق عمشيت. نعم. لانه انا بعتبر انه عندي حظ بسيط بلكي انه قادر اربح على فريق عمشيت. ويعني هدفنا عمشيت متحد اكيد، يعني نحن بنفضل نواجههم من انه نواجه رياضي او حكمه او حكمه. ايه بدنا نجرب نتفادى رياضي وحكمه مهما كان الثمن. يعني دي نهار الخميس عندك مباراه ممكن تكون يعني بروفا اذا فينا نقولها البلاي اوف، عندكم مباراه مع نادي عمشيت، لكن هالمباراه بحال فزتوا فيها خارج ارضكم رح تقدروا تعملوا الانتصار السابع المتتالي ببطوله لبنان. قد ايه رح تحضروا هالمباراه ولا خلص اكتفيتوا بالمركز السادس ومش حابين تطلعوا بقى على المركز الخامس يلي هو صعب شوي امام يعني بايكون وامام بيبلوس؟ هو حسابيا ما بتصور نحن فينا نعمل، مش لانه نحن ما فينا نربح المطوش الباقيين، بس صعبه بيبلوس يخسر كل المطوش الباقيين. نعم. فنحن عم اقول لك نحن هلا هدفنا عم نجرب نعمل هيك شوي شقفه من تاريخ انه نقدر نعمل كلين سليت، انه نربح كل المطوشه تبع الرتور. ما بعرف اذا رح تاثر علينا كثير، بس كل يوم عم بيطلع خبريه جديده. هلا بعده وصلتنا خبريه انه لجنه البطوله كمان طعنت بماتش التضامن بالنسبه لايقاف تنس لازر. ايه بس هيدا كمان يعني كيف ما اول مره جربوا يعملوا شيء ظالم، هيدا تاني مره عم بيعملوها على اخبار، وعم يجربوا يركبوا علينا قصص. بس بحب اقول شغله انه هذيك الجمعه كمان لاعب اسمه حسين طوبي ضرب احد المشجعين بأنينة وما حدا جاب سيرته. اللاعب مايك فريزر وقتها عمل حركات بايديه ضد لاعب شونفيل ما حدا جاب سيرته. ما بعرف ليه هيدي الهجمه من قبل هيدي اللجنه على يعني على فريق الهومنتمان. يعني بتمنى اكيد هالامور كلها تتسوى، ما بدنا نفوت هلا باكيد بصراع بين الاتحاد واللجنه وشو عم بصير ولجنه الطعون. بس بدي اخذ بعد منك سؤال، اسالك سؤال واحد بعد جي. الثنائي الاجنبي بفريق هومنتمان كان ديون ديكسون او تيرنس لادر عندهم معدل 23.3 بالتساوي، وهن صاروا ليدنج هلا بالسكورينج، يعني افضل سكوررز عم يكونوا بالبطوله. شو بيعني لكم كمان هيدا الشيء؟ ليك وقت تكون فريق جديد، يعني نحن فريق الهومنتمان ايفن دو نادي الهومنتمان عمره 100 سنه تقريبا، بس فريق الباسكتبول بنادي الهومنتمان هو فريق جديد، واللعيبه اللي عندنا اياهم هن يعني انت عم بتشوف اول خمسه اللي عم بينزلوا رالف عقل ومارك كورجان وهايك كورجان، يعني هايك اكبر لعيب بيناتهم عمره 24 سنه. نعم. ف يو نيد سوبر بلايرز، وهيدا اللي نحن عرفنا نعمله، وانا برايي نادي التضامن غلط بهيدي الشغله. وين يو ار سمول تيم دائما عايز سوبر ستارز ليقدروا يحملوا الفريق، واليوم تيرنس لادر وديون ديكسون بلا اي منازع هن اهم اجنبيين عم بيلعبوا بلبنان. جي قبل ما اختم انا وياك بدي بشكل سريع جدا تجاوبني بالنسبه للمراهنات يلي عم تدخل كره السله بهالموسم، هي مش من هالموسم دخلت بس بشكل كتير كبير بهالموسم عم نلاحظ، بدأنا نشوف فيك في امور علي علامات استفهام. شو عندك معلومات عن المراهنات اللي عم تصير بالدوري اللبناني لكره السله وغير كمان كره السله؟ انا لا اقول لك انه عندي معلومات انه كونكريت لا، بس بعرف انه مكاتب المراهنات صاروا يعني اكثر من ترومبات البنزين بلبنان. خطيره هيدي. وهذا الشيء بخوف، يعني كمان حكينا فيه مع الاتحاد مع الاستاذ وليد نصار انه هيدي شغله كثير خطره، لانه اليوم لعيب ام نادي ببركه بمراهنه في يعمل اكثر ما هو عم بيقبض كل السنه، فهيدي شغلة خطرة كتير كتير كتير. أكيد. ولازم الاتحاد فعالة ولجنة إدارة البطولة بلكي يهتموا بهالقصص من انه يهتموا بتصفيه حسابات. جي انا بدي اشكرك اكيد، بشكرك جي مانوكيان داعم نادي هومنتمان. يعني هيدا اكيد الملف اللي كنت عم بحكي فيه هلا مع جي كثير مهم، كنا قلنا انه رح نفتح ملف المراهنات لانه بدات الامور تصير شوي خطره، بدا كثير يصير في حكي، مشان هيك حبينا نشوف
كيف بتصير المراهنات ببطولة لبنان لكرة السلة، ومش بس بكرة السلة، بعدة كمان ألعاب، بس رح نضوي على كرة السلة بما أنه عم نتناول هلأ هيدي اللعبة يلي فيها شوي أمور. رح نشوف هيك شوي بالمشاهد كيف بيقدر واحد يفوت على bet365.com ويقدر يراهن بقلب بطولة لبنان، ورح ناخد كمان أكيد رح ناخد اتصال مع أحد الأشخاص يلي كان يراهن بالبات 365، يعطينا شوي شو بيصير، ناخد رأيه بالموضوع من دون أكيد ما نذكر الأسماء. مساء الخير. ألو بونسوار. أنا بس بدي يعني بعرف كيف إنه أنا كتير منيح، بعرف أنه عندك خبرة بالموضوع، بعرف أنه هلأ مؤخراً وقفت كلياً المراهنة خاصة على كرة السلة اللبنانية، بس بدي إياك تحطني بالجو، شو عم يصير بلعبة كرة السلة بالنسبة للمراهنات؟ هلأ بالنسبة للمراهنات بتعرف عم تكون كتير واضحة، يعني بيجي شخص مثلاً عم بيحط الأود اللي هن النتائج تقريباً ممكن تصير. نعم. حسب الترتيب. نعم. فممكن كتير مثلا الاول من الترتيب يعني يكون عنده جيم ضد التالت. نعم. ويكون الاوز مثلا التالت يندفع مصاري اكتر له، يعني على كل دولار بينحط يمكن يعطوه 3 مرات زيادة للتالت تيربح. طب قدي نشطة، قدي عم تكون نشيطة، يعني عم نلاحظ انه في كتير حكي بالموضوع. حسب معلوماتك، وبعرف انه عندك معلومات، في هلا انه اشخاص عادي يراهنوا مش هون دي يمكن مش كبيرة، بس في تورط مثلا للاعبين لمدربين لحكام، في برأيك تورط بهذا الموضوع؟ يعني في عالم عم تراهن وهي بتتعاطى لعبة كرة سلة بتلعب ضمن هيدا اللعبة؟ هو بهالوضع هلا شيء كتير طبيعي اللي عم بيصير انه عم بيفوتوا بالمراهنات، لانه في المدرب او النادي او اللعيبه او شخص من برا. نعم. في حط مصاري على النادي تبعه. نعم. وبذات الوقت يربح فرق زياده ويلعب فول باور كل الوقت ويعمل مصاري مع الربح ما يقدر سمعه النادي تبعه. بذات الوقت كمان في يلعب مع النتائج، في يعني يخفف الفرق، في عدة يعني كيسز تضبط بهالنواحي حسب اكيد بالمقابل قد ايه عم ينعطى الاودز تبعها. طب في شغله حكيتها انا وياك تحت الهواء اكيد، انه عندك معلومات عن لاعبين بعضهم صغار، بعضهم طالعين بلشوا يفوتوا فيها لانه عم تعطيهم ربح سريع مثل ما ذكرت لي، شو بتوصل رساله لهذا الموضوع خاصه هاللاعبين يلي بداوا ينجروا لهذا الموضوع؟ هلا الفكره اللي عم بتصير هون بهالناحيه انه هاللاعيبه الصغار عم بتشوف شو عم يعملوا العالم، عم تسمع العالم اللي اكبر منها انه هيدي عم تكون وسيله لهم يطلعوا فيها مصاري اسرع، يعني باسرع شيء وبدون ما يتعبوا، وبس بيشوفوا رقم صغير محطوط على الشاشه وبيراهنوا فيها، واللي هو بيكون المصاري اللي حاطينها 100,000 200 300 دولار اللي هن، والشخص ما بيحس على حاله شو عم بيحط، ممكن كتير يربح بس بذات الوقت ممكن اكثر الاودز يعني يخسر، لانه بيربح اول جيم مثلا بيصير حط ثاني جيم اكثر، وهيك بياثر كثير على عائلته على مستقبله على كل شيء. وهلا يعني شفت اخر فتره يعني في كثير ناس عم ينضروا من وراء هالشغله اكثر من الربح، وعم بتاثر على الناشئ انه يعني عم بفوت فيها اكثر من الباسكتبول عم بيركز على هالقصص. طب انا بسالك، انا حابب استوضح من نقطتين كتير مهمين. اول شيء المصاري لما واحد يدفع او يقبض وين بيروح بيدفع وبيقبض، يعني هالعالم مثلا كيف فينا نكتشف مين هالعالم اللي عم تشارك خاصه اذا كانوا بيتعاطوا كره سله؟ وهيدي بدي ركز على هالنقطه بالذات. هلا في من هيدي في تو كيسز، في يفوت الشخص يروح يفتح اكاونت ويعمل من ورا البنك. نعم. يفتح حساب ويفتح كريدت كارد وهيك يحط فيها مصاري، بس الفكره بس تحط مصاري بتحس، بس تربح بيصير بس عدد على الكمبيوتر او على اللابتوب على التليفون محطوط، بتبطل. نعم. تعرف شو عم تعمل بهالعدد المصاري بدون تصرف، بدون ما تعرف. بس وين بيقبض المصاري؟ وين بيقبض المصاري؟ بيرجع مثل ما هو على البنك تبعه على الاكونت تبعه بيرجع بيسترد المصاري، وممكن كتير في محلات عم بيكونوا عندهم هالقصص اصلا بينعمل على الفوتبول وعلى غير قصص، فولي بول وفوتبول وباسكت بول درجه كثير هالايام. بعد عندي فيه سؤال لك، يعني لانه انا يعني جربت ركز علي هالاسبوع وشفت انه الداتا اللي عم تنعطى من الملعب على الويب سايت كثير سريعه، يعني اسرع من كل شيء كلايف سكورينج.
هالاشخاص يلي عم يكونوا بقلب الملعب، عرفت انا تبعت الموضوع انه هالعالم معهم بطاقات اتحاديه عم يقدروا يفوتوا يقعدوا على المدرج ويعطوا هيدي الداتا من دون ما يتعاطوا مع الاتحاد، يعني من دون ما ياخذوا اذن من الاتحاد انه عم يعملوا بت. وهون كمان هيدي الشغله غامضه وخطره، عندك معلومات بالنسبه لهالنقطه بالذات؟ لا، مثل ما بتصير اللايف ستريمينج بالجيم بينبعث الستاتس بينبعث كل شيء، ذات الشغله بينبعث بينحط سكور مثلا بينحط اي مع مين الهجمه مثل ما شايفين هلا على الشاشه. اي بس المفارقه انه الاتحاد اللبناني منه عارف انه هيدا الشيء عم بيصير، يعني هون الخطوره بالموضوع. يعني هاي بتصير اكثر من لعبه، صارت مثل يمكن شانتاج او لعبه عم تصير. هاي لازم تتضبط يعني، وانا اكيد بنصح الكل تقريبا وخاصه الناشئين انه هيدا كتير غلط وبيأثر كتير على مستقبل الباسكتبول وبيأثر كتير على مستقبلهم كلاعبين ناشئين، يعني بيأثر كتير عليهم على النتائج وعلى بتعلمهم انه قله التعب. يعني انت بتعرف كثير منيح الباسكت بالباسكتبول بتتمرن كثير بتعطي نتيجه، هي عم تعلموا بالعكس وعم بتفوتوا بمتاهات. يعني المصاري اللي بدها يحطها مثلا بالكامبس وبده يدفعهم بالصيفيه ويروح يتقدم عم بحطهم على هيك قصص وعم يخسروا مصاري يعني بالنهايه. هيدي منا لعبة أبداً. أنا بدي أشكرك أكيد، بشكر هالمداخلة إن شاء الله أكيد الكل يلي كانوا عم بتابعونا وعم يتعاطوا هذا الأمور يوقفوا عن هذا الشيء، لأنه كرة السلة إذا كملت بهالشكل بتصير خطرة. ما بدنا ننسى الشيء اللي صار بالنسبة للمراهنات لكرة القدم وخروج منتخب لبنان من التنافس للتأهل لبطولة العالم لكرة القدم، ما بدنا هذا الشيء أبداً يصير بكرة السلة. عم نضوي على هالأمر لحتى ندق نقوص الخطر، متمنى إنه الامور تتوقف لانه رح نكمل الملف، رح نكمل نفتحوا الملف بحال عرفنا امور بعد اكثر، ما رح نوقف التحقيق عند هيدا الحد، بس فتحنا بدايه لحتى نقول انه نحن عارفين بدانا نعرف شو عم بيصير ورح نكمل بهالشيء لانه لعبتنا لازم نحميها. هيدي مش حيلا لعبه، هيدي عطيت كثير للبنان ومش ممكن ابدا نخليها تحت خطر المراهنات. بريك اول وبنرجع منتابع. يعني بسرعة كتير كبيرة جانا اتصال من الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيقول انه رح يتناول موضوع المراهنات اليوم بجلسته من امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة اللي اتصل فينا بالبريك. متأمل انه هالشي بالفعل بسرعة يتسوى ونشوف هالعالم يلي عم تعطي هالداتا من ارض الملعب كيف معها بطاقات اتحادية وبأي اسم عم يدخلوا اصلا على ارض الملعب ليشاركوا بالمراهنات. على الاقل يعني اذا بده يكون في مراهنات تكون على القليل بطريقة اوفيشال مش هيك بهالشكل، لانه الاتحاد اللبناني منه عارف بهذا الموضوع ويقدر تنضبط اكثر لحتى ما يدخل فيها اللاعبين، لانه اذا دخل فيها اللاعبين بتصير في مشكله كثير كبيره. وكلنا بنذكر برجع من جديد شو صار بكره القدم، ما رح زيد اكثر من هيك حاليا. من المباريات المهمه جدا اللي كانت عم تصير بهالاسبوع مباراه الرياضي وعمشيت، الرياضي اللي كان عم يحاول يرجع على سكه الانتصارات يتفادى خساره جديده له، كان عم يواجه فريق عمشيت المتصدر، صدر كان بوقت نادي عمشيت كان عنده هو الاقل نادي تلقي خسارات بالبطوله. رح نشوف شو كان عم يصير بقاعه سقف ستيب بالمناره. مباراه قويه كثير رح تكون بين الفريقين. الثأر والصدارة كانوا عنوان اللقاء اللي جمع بين الرياضي وعمشيت على ملعب المنارة، واللي انتهى بفوز أصحاب الأرض على الضيوف بنتيجة 91-75. وقبل صافرة البداية الأجواء كانت على الشكل التالي. كان الجيم كتير مهم، جيم صدارة، نلعب كل اللي عنا، نركز كتير على الديفنس، وهو هذا الكيل مشان نربح الجيم اليوم. نحن علينا يعني كمان قدام هالجمهور كله عنا، علينا نقدم كل علينا. جيم كتير مهم لنا كمان نرجع نقدر نرجع على الصدارة، وإن شاء الله بكون الله موفقنا ونلعب منيح وإن شاء الله نربح. الربع الأول شهد سيطرة واضحة للرياضي اللي دخل المباراة بشكل قوي ليعوض خسارته ذهابا أمام عمشيت، وتمكن من فرض إيقاعه ليس فقط على هذا الربع بل على الشوط الأول وأنهي بنتيجة 49-34. وأحمد إبراهيم. المشهد اختلف نسبيا بأول النصف الثاني من المباراة، حيث حاول النادي الجبيلي من تقليص الفارق وكاد أن ينجح قبل ما يعود النادي البيروتي إلى إيقاعه السريع ولينتفض وينهي المباراة لصالحه وبفارق 16 نقطة.
تألق الرياضي من الناحيتين الهجومية والدفاعية. فبالناحية الهجومية برز أحمد إبراهيم اللي استعرض وسجل 22 نقطة، كما عاد الرياضي للتألق من الناحية الدفاعية واستطاع من إيقاف مفتاحي التهديف عند عمشيت وهن فهد الخطيب وجيريمايا ماسي، بالإضافة إلى أنه لم يتردد علي محمود باختراق سلة الضيوف عدة مرات وتخطي عمالقة عمشيت، واستعاد لورين وودز توازنه باللقاء وتألق تحت السلة. الأبرز بالمباراة كان أنه استطاع أحمد إبراهيم من تسجيل أعلى نسبة نقاط إله بهذا الموسم، فسجل 22 نقطة، وأضاف العملاق لورين وودز 20 نقطة وعلي محمود 15 نقطة وجان عبد النور 11. مرر عبد النور، عبد النور بسدد مسافة المتوسطة. أما من جانب عمشيت فكان الفرنسي علي تراوري الأفضل ب 25 نقطة و 13 متابعة، وأضاف جيريمايا ماسي 15 نقطة و 7 متابعات، ووليام فارس 13 نقطة، وفهد الخطيب 9 نقاط و 7 تمريرات حاسمة. الحمد لله من الجمهور، الجمهور was great today and it's a big win. I think نحن أول هلا أو لا؟ إيه أنتم أول. بس هيك، نعم هاتي. أول شيء مبروك، بيستاهلوا الجيم، كانوا الفريق الأفضل. وأنا من أول موسم قلت إنه الرياضي هو الفريق الأفضل، يعني اليوم برهنوه. نحن ما كنا منستحق نربح، عملنا كامباك منيح بتاني كورتر وأول بتاني هاف تايم، يعني أول تالت كورتر للنص الرابع تقريبا كنا عم نرجع نجرب نقرب، رجعنا آخر خمس دقايق كمان. بدي أشكر أول شيء الفريق، يعني حطني بمواقع كانت هينة لقلي سجل، وكتر خير الله، الله وفقني وربحنا، هيدا أهم شيء. We are happy, it's always good to be on top. I think that my team played great defense today. They put a great effort, and I want to say a big, big thank you for these unbelievable fans who came today. كتير منيح ربحنا الجيم ورجعنا تصدرنا البطولة. إذن الرياضي فاز بهالمباراة، نحن كنا بالمرحلة ال 15، فاز بفرق مريح على نادي عمشيت، وعمل فارق كمان بالفعل بيقدر يعني يخليه يستفيد منه بحال تعادل، لانه ممكن يتعادل ثلاث انديه مع بعض، اكثر شيء ممكن يكون في تعادل يعني بين ثلاث انديه، مش ممكن يتعادلوا اربع انديه من هلا لنهايه الريجولر سيزون، بما انه المتحد والرياضي بعد ما لعبوا، ما راح كثير عقد قصه الترتيب، راح نحكي عنها اكيد لاحقا لما يتعادلوا مع بعض كل انديه يصير لاعبين قد بعض لقدر نشوف المراكز وكيف راح يصير وضع البلاي اوف. بهالمرحله ال 15 كان في كمان عده مباريات مهمة، رح نشوف أبرز المباريات اللي كانت عم تلعب، منها مباراة بيبلوس وفريق الشانفيل. بيبلوس على أرضه عم يستضيف النادي المتني، نادي الشانفيل قدر يتقدم بالكوارتر الأول 22-13 وحافظ على تقدم 34-31 بالكوارتر الثاني قبل ما ينتفض بيبلوس بالربع الثالث ويعمل فارق مريح جدا، وصل ل 21 نقطة ومن بعد يفوز بنتيجة 86-69. جاي يونغبرد 24 نقطة و6 11 عن أرك 3 بونتس الأيوبي عمل 15 نقطة، بينما جورجي تسنسادزي 23 نقطة و4 من 7 على الأرك، فلادان عمل 14 نقطة و8 ريباوند. بيبلوس بكمل تميزه ببطولة لبنان وبفوز بفارق 17 نقطة 86-69. فريق الحكمة كان طالع من خسارة أمام نادي هومنتمان، عم يواجه فريق بجي بملعب المركزية بجوني، بجي يلي عم يلعب مع مدربه الجديد رزق الله زرعوم، كان سقط أمام فريق بيبلوس، وهون رح يسقط كمان أمام فريق الحكمة بفارق كبير 62-99. جوال بوكس 20 نقطة الأفضل من ناحية نادي بجي، بينما الأفضل من ناحية فريق الحكمة إلي ستيفان 25 نقطة 4 من 7 عن الآرك، إلي رستم 17 نقطة بالجيم، وتشارلز توماس 15 نقطة. هيدا الأبرز يلي صار بالمرحلة ال 15 من بطولة لبنان لكرة السلة. بالفقرة الأخيرة من إنسايد جيم أكيد رح نكون مع مباراة بيبلوس وفريق الحكمة، رح نكون مع البلايز الأجمل اللي اخترتوها ويلي رح تكون مرشح للأسبوع المقبل، أكيد الستاتس والترتيب، لكن رح يكون معنا شغلة كتير مهمة، اتصال مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة زيد وليد نصار الموجود بجنيف، محل ما مقر الفيبا الاتحاد الدولي لكرة السلة والسبب الإيقاف الدولي. إذن بريك أخير وبنرجع منتابع الحلقة. إذن من جديد مجرد نحن وياكم مشاهدينا لحلقة إنسايد جيم، مثل ما كنا ذكرنا رح نكون باتصال مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة سيد وليد نصار المتواجد بجنيف، يعطيك العافية. أهلين غياث، كيفك؟
الحمد لله على السلامة. أول شيء يعني امبارح شفناك بملعب غزير اليوم بجنيف، بنعرف أكيد متواجد بالفيبا للإيقاف نعم. الدولي، شو وضع الإيقاف وشو حظوظنا لحتى ينشال البان بشكل نهائي هالمرة؟ يعني غياث نحن اليوم اجتماعية تحضيرية لاجتماع بكرة مع أمين عام الاتحاد الدولي. نعم يعني بكرة مع باتريك بوهن الاجتماع. نحن اليوم عندنا اجتماعية تحضيرية لاجتماع بكرة بلشنا. نعم بس اليوم المقارنة أو الاجتهاد اللي عم نعمله اليوم هو عم نقارن التعديلات اللي طلبها الفيبا. نعم وهذا بصراحة اجتهاد شخصي أنا حابب أعمله مقارنة مع أنظمة الاتحاد الكرة السلة ببعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا. نعم هالشي أو بالمقطع عندنا حتى مشان نشوف أبل تو أبل بين كل القصص اللي طلب منا نعدلها. نعم مقارنة مع بقية أنظمة الاتحادات. وصورة أولية بأكد لك انه نحن الفيبا عم بكونوا مرنين معنا اكثر. يعني على اللبناني مسيريننا شوي بقى. هالشيء بيطمن انه نحن ما في شيء اسمه استنساب او اشياء اعتباطيه او whatever. على اساس حسيت انه عم يسيرونا وليد؟ لا مش انه مسيريننا، بس انه في بعض الامور خاصه بلجنه اداره البطوله اللي كان من مهامها أو صلاحياتها مقررة مع مع غير اتحادات. بالعكس يعني الأمور اللي هن طالبينها جدا منطقية. ونحن ما فينا نقول إلا بكرة إن شاء الله بكون عنا الجوزة النهائية وشرح التعديلات والتفاصيل. وبدنا نستفيد كمان هون وجودنا إنه نشوف شو في أشياء على الصعيد التقني وتطوير الاتحادات كرة السلة واللعبة على الصعيد الفني والتقني. كمان هيدي أمور كتير مهمة مشان نحضر لاجتماعات بالمستقبل القريب. يعني يعني بكرة رح يكون عندك جواب نقدر نحكم فيه امتين ممكن البان يتوقف بشكل نهائي، ولا رح نضلنا بعد يعني في أمور منا واضحة؟ نحن غياس أنا من هلأ بدعي كل المهتمين انه ينرفع الحظر الدولي عن لبنان. نعم. من الجمعيات هون بقصد الجمعيات اللي هي بحق لها تصوت. نعم. انه نهار 16 الشهر بدعية باسمي وباسم الاتحاد انه يجوا ما يغيبوا عن التصويت، لانه بدنا ما بهمنا بس نحن يكون في نصاب، لازم تكون الشغلة بالاجماع، لانه بفتكر اللي ما بيصوت هالمرة بكون هو منه كتير محمس انه يرفع الحظر الدولي عن لبنان. بس برايك وليد نعم. مندك خايف انه هيدا الشيء يعمل اشكال داخلي بكره السله اللبنانيه؟ يعني نحل المشكله على الصعيد الدولي ونخلق اشكال على الصعيد الداخلي، ولا الامور عم تتزبط كمان؟ لا ما بفتكر، لانه ما في حدا غيّر بلبنان منه حريص على رفع الحظر وعلى انه نبلش نرجع نشترك ب يعني بالعكس هيدي شغله كلياتنا بدنا اياها، وما بفتكر حدا جاي يدمر او يخرب اللعبه. بالعكس نحن بندعي انه الكل يجوا يصوتوا ب 16 شهر مشان بس نخلص التصويت نرجع نبعث لهون للفيبا نتائج التصويت على التعديلات. على التعديلات الجديده، تعديلات ما بعد التعديلات يعني. مظبوط، تعديلات التعديلات اللي رسلناهم فيها واللي انا موجود هلا هون مشان نناقشهم. انا بدي اشكرك اكيد استاذ وليد نصار. شكرا موفق اكيد باجتماعك بكره مع باتريك بومان. بشكرك مره جيده وبنكمل اكيد حلقه انسايد جيم مع المرحله الجديده اللي انطلقت من بطوله، هي المرحله ال 16 مباراه بيبلوس وفريق الحكم ملعب غزير. رح تشوف بهالتقرير شو كان عم يصير. أربعين دقيقة مجنونة كانت عم يستضيفة ملعب غزير، جمعت بين صاحب الأرض نادي الحكمة الأشرفية ومنافسه نادي بيبلوس عمشيت. أكيد هذا ماتش بنعاد من دوليك أهم ماتش لنا، لأنه من هلأ ورايح كل ماتش لنا بنعاد بلاي أوف جيم، حتى بالنسبة للحكمة مشان الصدارة. هالسنة فريق بيبلوس عم فرجع مستوى كتير عالي، وفريق نحن كتير محترمينه، محضرين كتير منيح، وأكيد هن محضرينه كتير منيح، وأكيد نحن إن شاء الله بتمنى الربح أكيد لفريقه، بس بالنهاية اللي أفضل اللي عم يلعب هو رح يربح.
هلا اكيد انا اكيد التارجت تبعون الجارديه تبعون الفريق وعندي تشالنج اكيد اذا الي ستيفان اللي هو عم يلعب كثير منيح ليتلي يعني ليك انا صرت بهالسنه ثانك جاد انه عم بلعب منيح على البريميتر صار عم يركزوا علي انا بدي اجرب قد ما في والتيم السبعه كثير عم يساعدوني بالسادس وبالبيكس تبعهم البوينت جارد تبعنا رودريغ عم يعمل سيزون بتعقد كمان جاي يونغ بلاد هو الكي تبعهم وهن عم يلعبوا كفريق ما عندهم فرد لاعب بس اكيد جاي هو البيك تارجت تبعنا انا بتصور انه اللي راح يلعب احسن راح يفوت من الاول مركز راح يربح عنا ادفانتج شوي صغير زياده اليوم لانه مثل ما شايفه يعني الملعب بضل مفول عنا بالحكمه الربع الاول كان متكافئ بين الفريقين ومن بعد عده سلات من الجهتين انتهوا اول 10 دقائق بالتعادل 15-15 جاي يونغ بلاد بيخترب يخترق اي لاف ذس جيم شارلز لكريس دانييلز يلي بسدد على الارك وبرد برد كريس دانييلز على علي كنعان بالديفنس بحاول يوصل له يلي علي كنعان ذكيه كثير من مقابل 17% رودريك عقل مع الباك بورد عم بيسجل اولى نقاطه بالمباراه الربع الثاني كان شبيه للربع الاول وكانوا الفريقين عم يتبادلوا التقدم بفارق بسيط قبل ما تعلن صافرة الحكم التعادل 32-32 كتير سريعين عم يكونوا تمريرة بتوصل لجوليا خازوع والخازوع بيسجل حمد إبراهيم بمرر لطوم عمار يلي بيسدد على الآر خطر كتير هاللاعب من المسافة البعيدة تشارلز عم يجرب يلعب على طوم عمار بيبرم وبيسجل تشارلز توماس نقطة التاسعة برادا بيخترق بيعطي مايك فريزر تحت السلة فريزر عم بيسجل الناديين دخلوا الربع الثالث بإصرار على كسر حاجز التعادل وبدأوا تقديم أفضل ما عندهم إنما جهود نادي الحكمة كانت الربحانة بهالشوط بعد ما قدروا لاعبينه وخاصة كريس دانييلز يلي سجل 28 نقطة وكان أفضل مسجل باللقاء من حسم الربع الثالث لصالحهم بفارق نقطة واحدة 54-53 إلي ستيفان بسدد على الارك هيدي الاولى لإلي ستيفان بالمباراه جي يونغ بلاد بسجل 2 بوينتس هو الحكم نقطتين لإلي ستيفان كريس دانييلز معه علي كنعان كريس بده يجرب يلعب على علي كنعان بيعمل موف حلو كثير الموف يا كريس دانييلز عقل بفضيله إلي ريستوم بسدد على الارك وبسجل بالربع الرابع الكل افتكروا انه الامور رح تتغير عندما تمكنوا لاعبين بيبلوس من التقدم بفضل جاي يونغ بلاد يلي سجل 24 نقطه باللقاء انما الافضليه بالنهايه كانت للفريق الاخضر يلي حسم المباراه لصالحه بفارق 6 نقاط وبنتيجه نهائيه 81-75 بيبلوس متقدم بفارق نقطه جاي يونغ بلاد بسجل على الارك متبقي لنهايه المباراة كريس دانييلز بيخترق السلة اند وان لكريس دانييلز كثير ايجابي لفريقه عم يتاخر ليقلع بالمباراة وكريس دانييلز مقلع ومقلع بقوة جدا اليوم بمر لمازن مازن بيسدد على الارك بيسجل منين نقطة الخامسة إذا فريق الحكمة بيفوز بهالمباراة على فريق بيبلوس مباراة تعادلت عدة مرات يعني تغير الصدارة فيها بين فريق وآخر 13 مرة تعادلت 15 مرة هالمباراة هون بدل قد كانت متقاربة جدا بين الناديين كريس دانييلز فرجينا أنه بيقدر يكون لما بده لاعب ارتكاز من طراز مهم جدا سدد مرة واحدة على الأرك وسجل لكن نقاطه 28 نقطة سجلهم بنسبة 79% ورودريك عائل مرة جديدة بضيع تريبل دبل كان بعد ناقصه تمريرة حاسمة واحدة ليعمل تاني تريبل دبل لقلو ببطولة لبنان لكرة السلة بالبلايز الأجمل بالتصويت من الأسبوع الماضي حسن وايت سايد اخترته يكون عنده اللقطة الأفضل مثل ما رح نشوف نحن وياكم بالصور ست
60% اذا الجمهور عطى لوايت سايد افضليه البلايز. كان عم يتنافس هو وكريس دانييلز بالتسديده الفري ثرو يلي نهي فيها ديربي بيروت. وايت سايد قدر يحصل على 60%، هو عنده اللقطه الاجمل. رح نشوف خمسه بلايز تم اختيارهم بهالاسبوع، رح نشوفهم اكيد ورح يكونوا هن اكيد النومينيه، رح يكون في تصويت عليهم لحتى نشوف مين رح تختاروا اللقطه الافضل. بنشوف اذا نحن وياكم اجمل خمس لقطات بهالاسبوع. لورين ووتس السله الاولى اللي بسجلها بسله عمشيت امام جمهوره، لو بالفعل عم نشوف هون كيف مرر له اياها امير سعود بطريقه رائعه، لو عم يسجل سله رائعه. علي حيدر كمان بتمريره ممتازه من اللاعب اسماعيل احمد عن البيس لاين بمررها لعلي حيدر، ولاحظوا علي حيدر بأي طريقة كان عم يكبس السلة ويسجل نقاط لفريقه. ترنس لادر كمان ريليشن هاي لو هو وهايك بمباراة هومنتمن والتضامن. ترنس لادر عم يعمل بالفعل مستوى كبير كبير جدا، ومن بعدها رح نشوف ديون ديكسون لكن عنده عدة لقطات مميزة رائعة استعراضية. اخترنا هيدي اللقطة، لاحظوا ال 360 كيف عملها ديون ديكسون وسجل لصالح فريقه، واللقطة الأخيرة رح تكون لصالح اللاعب مايك فريزر يلي قدر ياخذ الريباوند الهجومه من تحت السله. ولاحظوا من لقوه على اللاعب الكندي قدر يحسم الامور. هول هن البلايز يلي رح تصوتوا عليهم ابتداء من هلا على ويب سايت ال بي سي يلي هو ريليتد لانسايد جيم، بتشوفوا دائما الادريس الويب سايت على الشاشه وبتقدروا اكيد تصوتوا للقطه يلي انتم بتشوفوها بنظركم هي الافضل. هيدا بالنسبه للبلايز. بنروح لنشوف الهيستوري اليوم الارشيف كمان عن كره السله اللبنانيه. رح نرجع لسنة 2002 السومي فاينل بين الشانفيل والرياضي وتميز اللاعب ايس كاستلس. مثل ما كنا سباقين بالتأهل مركز تحت السلة كمان هون عم يقدر يطرق موسى ياخذ الريباوند بيعطي غالب عن الثلاثة بيجي هلا قصفه وسكوتي ثيرمان لكاستلس من جديد يلي بيصر انه يسدد وبيقلص الفارق الى سبع نقاط وكاستلس توني ماديسون في وراء الباوي من خياله بيسدد سكوتي وبيسجل كانت لسكوتي وتوني ماديسون اسس ويها حلوه كثير عند ثلاثه واول ثلاثيه عم نشوفها كاستس من جديد يلي عم يخترق وعم يسدد وحلوه قدر يدخل وياخذ تسديده اكيد اكثر وبيعدل على رام سكوتي تيرمان فوجل بيسدد وبيسجل كاستس لولا بالحركه ودينامو الحركه بهاللحظات كاستس عم يعطي تيرمان المرتاح عن ثلاثه واي اي 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 اذا هيدي اجواء سنه 2002 كانت مباريات رائعه واكيد انتبهتوا للشومي رقصه ايس كاستس الشهيره لما يكبس السله. يمكن احنا بلبنان صاروا جمهور معودين يسمعوا اي لاف ذيس جيم وقتها ايس كان يرقص بطريقه رائعه بالفعل بعد كل سله يسجلها بطريقه مميزه، اجواء كانت حلوه كثير. بنشوف هلا اكيد نحن وياكم ترتيب بطولة لبنان لكرة السلة ومن بعدها منشوف المنافسة بين اللاعبين من الناحية الأحصائية من ناحية الريباوند السكورينج والأسيس. نبدأ مع ترتيب البطولة. الحكمة لاعبين مباراة زيادة عن الرياضي متحد وعمشيت يعني متعدين ب 37 نقطة، الحكمة بالمركز الأول 40 نقطة مؤقتا إذا فينا نقول. لنشوف كيف رح يكون الترتيب لاحقا. بيبلوس بالمركز الخامس ب 36 نقطة كمان عنده مباراة زيادة عن فريق هومنتمن يلي بعيد عنه مباراة وحدة بس. هومنتمن سادس، تضامن سابع وشانفيل تامن بنفس عدد النقاط، لكن بما انه تضامن فاز مرتين على شانفيل بالريجولر سيزون بيجي وهوبس رح تكون منافسة شرسة جدا على المركز التاسع بمباراتهم الأخيرة يعني رح تجمعهم بالمرحلة الأخيرة من الريجولر سيزون. بنكمل أكيد مع الإحصاءات وبنشوف أفضل سكورر بالدوري اللبناني بالتساوي لثنائي نادي هومنتمن. 23.3 لديون ديكسون وترنس لادر. هاج روبرتسون لاعب نادي التضامن بالمركز الثالث قريب كثير من دون وايت سايد عم يتقدم للمركز الرابع، وجي يونغ بلاد عم يكون بالمركز الخامس، بينما فادي الخطيب ما زال الافضل لبنانيا ب 20.6. حسن وايت سايد الافضل بالريباوند
16 ريباوند. مايك فريزر ثاني، علي تروري عم يتقدم للمركز الثالث امام تيرنس لادر، وفلادان لاعب نادي الشانفيل بالمركز الخامس. منكمل مع التمريرات الحاسمه، وكوري ويليامز بالمركز الاول 8.7، رودريك عقل 7.9، محمد ابراهيم بالمركز الثالث، ماسي رابع، وديون ديكسون بالمركز الخامس. سرقت الكرات الستيلز لصالح لاعب نادي عمشيت، جيريمايا ماسي بثلاث ستيلز بالمباراه الواحده، جوناثان افري بالمركز الثاني من نادي بيجي، كوري ويليامز ثالث، روبرتسون رابع، وجي يونغ بلاد بالمركز الخامس. هيدي بالنسبه لسرقه الكرات، بينما البلوك شوت حسن وايت سايد بعيد بشكل كتير كبير عن اقرب المنافسين 4.2، كريس دانيالز بالمركز الثاني، لو بالمركز الثالث، جارد فيمس رابع، وجيريمايا ماسي بالمركز الخامس، وما زال الي ستيفان بالثلاثيات الاكثر تسجيلا عن الارك بهالموسم 53 ثلاثيه، جاي يونغلفت بالمركز الثاني، ماسي ثالث، روني فهد بالمركز الرابع، ولاعب نادي هومنت من هايك بالمركز الخامس. هذا اكيد بالنسبه لل 3 بوينتس. اذا مشاهدينا حلقه انسايد جيم عم تنتهي، اكيد بنلتقى نحن وياكم يوم الجمعه باكس اكس ال انرجي بطوله لبنان لكره السله حوالي الساعه 6 الى 10، رح نطلع نحن وياكم من ملعب الشانفيل، مباراه رح تجمع الشانفيل ونادي المتحد، مباراه منتظره مهمه، رح نشوف المواجهه بين اللاعب الاوروبي فلادان اللاعب الصربي واللاعب الامريكي حسن وايت سايد، لنشوف اي مدرسه رح تقدر تفوز، الاوروبيه او الامريكيه بهالمباراه. ما هلا لوقتها بدي اشكركم اعزائي المشاهدين، بشكر حسن المتابعه، بدي اودعكم الى اللقاء.